بنشكر زميلنا العزيز محمود جميل على يعني هذا التقرير المتميز الشامل والوافي بصراحة لكل يعني جوانب الأمر. وزي ما شفنا يعني أنه من ضمن سلسلة الافتتاحات افتتاحات نقاط مسار العائلة المقدسة كان افتتاح أعمال ترميم وتطوير منطقة شجرة مريم اللي بتعتبر واحدة من أهم نقاط المسار، وده ضمن خطة شاملة. الخطة دي هدفها فتح المجال للحجيج من كل العالم لرؤية أماكن الزيارة المباركة. خلونا نقرب أكتر من الصورة ونعرف تفاصيل من خلال الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير يا مصر. يعني دكتور، يمكن التقرير اللي عرضناه كان أهم ما يميز التقرير، وأعتقد أن هي برضو حاجة مهمة جدا للحجيج، قصة شجرة مريم وارتباطها بزيارة مسار العائلة المقدسة. عاوزين نعرف الأهمية التاريخية ليها. الحقيقة أن احنا أمس يعني مصر شهدت يوم من أيامها الجميلة المبهجة المفرحة. نعم. وده كان انطباع كل الحاضرين، وان شاء الله سيكون انطباع كل من يزور الشجره. ان شاء الله يكون انطباع دائم يعني. ان شاء الله. زي ما احنا شايفين مع حضراتكم في الصور شيء مبهج وجميل. صحيح. بيعيد الى منطقه شجره مريم رونقها ويضعها في المكانه التي تستحقها كمزار ديني بشكل رئيسي. نعم. ومزار سياحي وتنميه حضاريه للمنطقه كلها. حابب اقول طبعا ان احياء مسار العائله المقدسه هو برنامج وجه به فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا، ويتابعه ويتابع مراحل تطوره ويوجه لإتمامه لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اللي حقيقي بيتابع وبيوفر كل المتطلبات والإمكانيات وبيذلل كل العقبات في إنجاز وإحياء المسار كامل. المسار زي ما احنا عارفين طبعا العائلة المقدسة زارت مصر مدة حوالي 3 سنين ونص. نعم. جاء سيد المسيح إلى مصر والسيدة العذراء ويوسف النجار، وكان عمر السيد المسيح حوالي سنة ونص، وخرج من مصر، عاد من مصر إلى بيت اللحم إلى فلسطين، في كان عمره حوالي 4 سنين. المسار بدأ من رفح 25 نقطة للمسار، بتبدأ من رفح حدودنا الشمالية الشرقية مرورا بشمال سيناء إلى الدلتا وإلى ما هو الآن موضع القاهرة، وجنوبا حتى دير درونكا في جبل أسيوط الغربي، ثم العودة مرة أخرى إلى فلسطين. منطقة شجرة مريم طبعا فيها 3 معالم رئيسية للمزار. الشجرة المقدسة، شجرة جميز المصري اللي عمرها بيزيد عن 2000 سنة. البئر الذي استخدمته العائلة المقدسة عندما حلت وشرف هذا المكان بزيارتهم. والمغارة، ولكنها موجودة في الكنيسة القريبة من موقع الشجرة. الشجرة سجلت كأثار منذ فترة، وكان تمت فيها أعمال يعني ترميم في سنة 2000. كلمنا بقى يا فندم عن حال الشجرة قبل أعمال الترميم، هي كانت عاملة إزاي وعشان كده احتاجت يبقى في أعمال ترميم ليها؟ يعني إيه المخاطر اللي كانت بتهددها لو هنتكلم على المياه الجوفية مثلا؟ بداية طبعا المياه الجوفية كانت بتضر جدا البئر، وكان يعني ملوثة وما إلى هذا. فأول حاجة كانت مشروع خفض منسوب المياه الجوفية في منطقة الشجرة والبئر، وتشغيل طرمبات سحب وتخفيض المنسوب المياه للصرف العمومي، وده مشروع اشتغل بكفاءة ضمن رفع الكفاءة والتطوير والترميم الذي تم افتتاحه بالأمس. ده بالنسبة للبئر. بالنسبة للشجرة ذاتها، لأنها يعني معرضة لعوامل التعرية، فكانت يعني الطيور والحشرات أذتها لشكل كبير وعملت فيها زي فجوات وما إلى هذا، فتم ترميمها يعني ترميم عضوي وتزويدها بمواد تحول دون تآكلها أو تعرضها لتلف نتيجة التدخلات الطبيعية فيها. الشجرة أنا حابب أقول برضه حاجة معلومة طيبة. الشجرة الموجودة حاليا هي الجيل الرابع، هي الجيل الرابع من الشجرة الأم التي شرفت باستظلال العائلة المقدسة به. البقايا الشجرة الأم موجود لغاية دلوقتي، شايفينه احنا اللي هو العروق العرضية دي. والجيل الثاني اللي خرج منها ذاتي وفرع مازال موجود بقايا. الجيل الثالث موجود في شجرة موجودة في الكنيسة المجاورة، والجيل الرابع موجود اللي احنا شايفينه المغدر
داخل السياج الخشبي هو ده الجيل الرابع من الشجرة الأم، شجرة الجميز المصرية. طيب دكتور، عاوزين نعرف أعمال التطوير دي يعني أخدت وقت قد إيه، وعلشان خاطر يعني نشوفها في أبهى صورها النهاردة من رفع كفاءة بقى وتطوير كمان مش بس للشجرة، للمنطقة المحيطة والممرات اللي بتربط ما بينها وما بين الكنيسة، وياريت تقول لنا كمان يعني تفاصيل أكتر عن تطوير المنطقة بالكامل اللي حصل يعني. المشروع استغرق أكثر من 3 سنوات لأنه ما كانش بس مشروع ترميم وتطوير لمنطقة الشجرة ذاتها. نعم. تعاونت كالمعتاد وزارة التنمية المحلية ممثلة في محافظة القاهرة مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الآثار في تطوير أو رفع كفاءة المنطقة خارج الشجرة، لأن الوقت فكرة أن أنت يكون عندك مزار وأنت عامله على مستوى عالي جدا لكن الأكسسبيليتي بتاعته، المداخل بتاعته، طريقة الوصول والإتاحة صعبة، فده بيضعفه سياحيا. وطبعا احنا هنا في مزار ديني قبطي مصري جميل ومشهور، فتم رفع كفاءة الشارع كافة. المنطقة اللي أمام الشجرة كانت في حالة سيئة للغاية، تم تحويلها إلى حديقة، هي حديقة شجرة مريم، كمدخل ومتنزه أمام الشجرة مباشرة ومنه يلج الداخل إلى الشجرة، فتكون زيارة متكاملة للمنطقة. بالنسبة لي اللي تم داخل أسوار الشجر ذاتها، طبعا تم استكمال الأسوار، رفع كفاءتها ودهنها ومعالجتها من الرطوبة اللي كانت موجودة نتيجة المياه الجوفية، زي ما قلنا تطهير البئر وعمل شلال للخلفية منه لإعطاء الانطباع بالحياة. البئر ذاته تم تطهير المياه بتاعته، تم وضع اللي هي تمثال اللي احنا شايفينه بيجي في الصور بيجسد الأيقونة الرئيسية لمصارع المقدسة اللي هو سيدة مريم العذراء تحمل سيدنا المسيح عليه السلام وبجوارهما يوسف النجار وهي تنتطي حمارا. احنا شايفين يمكن بنشوف التمثال موجود دون. صحيح. احنا الزملاء في تقديم الخدمات في المجلس على الآثار وفي وزارة السياحة والآثار أحيوا المكان، يعني زي ما قال الدكتور باسم من شوية. نعم. مثلا وضعت مجموعة من الأيقونات زي ما احنا شايفين كده بتمثل استظلال العائلة المقدسة بالشجرة، مجموعة من الأيقونات بتحكي حوالي 8 أيقونات اللي هي أيقونة يعني لوحة جدارية تصويرية. نعم. بتحكي مشاهد من حياة سيدنا المسيح من أول البشارة عندما بشر الملاك جبرائيل السيدة العذراء بحملها في سيد المسيح، مرورا بميلاده، بتعميده، بمعجزاته كإحياء عازر من الموت، إشباع مجموعة من الناس ب5 خبزات وسمكتين وما إلى هذا. ثم بعد يعني كده محاكاة القصة التاريخية يعني بالضبط، الزائر حيعيش في الحدث اللي حصل في المكان دون من ما يزيد عن 2000 سنة، بالإضافة في النهاية تنتهي المزار بتاعه إلى مركز زوار بيشوف فيه كل نقاط المسار. نعم. من أول مرتبة جغرافيا بخريطة موضحة للمعالم. ثم استراحة فيها شاشة عرض بتعرض فيلم للمسار كله وللمنطقة الخاصة بشجرة، بالإضافة لتزويد المكان بقى بكافيتيريا ومقاعد استراحة وبرجولات للاستظلال، بحيث يعني يستمتع الزائر بزيارة من أولها إلى آخرها إن شاء الله. طيب دكتور أسامة، إحنا بنتكلم عن الزوار، فهل المنطقة كده مفتوحة للزيارة ولا لسه شوية؟ المنطقة مفتوحة للزيارة منذ افتتاحها أمس، ومعالي الأستاذ أحمد عيسى وزير السياحة والآثار مع الدكتور مصطفى وزيري أمين عام مجلس الآثار وجه بأن يكون التصوير النهاردة في شجرة مريم متاح مجانا للجميع. للأشخاص طبعا ده طبيعي حقهم من غير حاجة، لكن كمان للقنوات وللميديا علشان يشوفوا مصر في جمهوريتها الجديدة وهي تحتفل بمكان يعتز به أقباطها ومسلميها معا وهو شجرة مريم في المطرية. صحيح. يعني على أي حال بنشكر حضرتك دكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، شكرا على هذه المداخلة في صباح الخير يا مصر.